مرحبا، أنا زيد ميرزا، عمري 32 سنة، بمارس لعبة الجوجوتسو البرازيلية من سنة 92. افتتحت نادي الألتيميت ام ام اي اكاديمي قبل سنتين، وأنا حاليا بطل الجوجوتسو البرازيلية بالأردن وبالآسيا. مرحبا، انا جاهد محمد سعيد، مدرب بصاله التيميت ام ام اي اكاديمي، مدرب لفئه عمريه من 5 سنوات ل 15 سنه، مدرب الاطفال الصغار على رياضه الجوجوتسو، هي رياضه برازيليه المنشا، مدربهم على رياضه الجوجوتسو 3 ايام في الاسبوع، بنبني شخصيته من خلال التمارين الرياضيه هذه اللي بنعطيهم اياها، وبالاخص انه بالفتره هذه بالفئه العمريه هذه بالرياضة هذه بتساعدهم إنه يبنوا شخصيتهم. صلي حوالي سنة ونص بلعب الرياضة هاي. هاي الرياضة بستخدمها لعدة أشياء، منها بنافس فيها بالمجالات الدولية والعالمية، منها بتعطيني فرصة لأشارك في بطولات القتال المفتوح هي الـ MMA، وبتساعدني بالدفاع عن النفس طبعا.